لقيتهم قافلين، لقيت الموظفين داخلين نازلين من الباص مش عارفين يخشوا. ندهت الموظفين وزقنا الباب لغايه لما دخلته. كان في عندي طلبه بتوع سنه اولى عندهم امتحان في طب، فدخلت الطلبه اللي هم كانوا واقفين بتوع اللي عندهم امتحان. بدأوا البنات يحتكوا بيا وبتاع، فبتاع الامن حاول، كان موجود بتاع الامن بتاع الكليه هناك، لان انا كلمته وقلت له ادخل منين، فحاول ان هو يعني يحوش عني البنات، فبداوا ان هم يضربوه ويقولوا له انت اللي بتضربنا. فانا دخلت في النص بينهم عشان احوش بين الامن وبين البنات، وبعد كده اخدوني وجابوني على الكليه، لان طبعا كان موقف مش حلو الصبح، وكان في امتحانات الساعه 8، في بعض البنات ما قدروش يخشوا الامتحان بتاع ماده الساعه 8، فطلبت من الدكتوره ان هي تعيد لهم الامتحان تاني. وبعد كده كان في امتحانات عملي، فوجئنا بيهم انهم بيكسروا الباب، تصدى لهم بتاع الامن فضربوهم وعوروهم، والموظفين وقفوا قدامهم دخلوا ضربوا السكرتيره اللي عندي، ضربوا بعض الموظفات. طبعا الدكاتره في كتير جم والطلبه كانوا منهارين، وفي دكتوره وقعت برضو على رجلها مش كانتش قادره تمشي. وبعد كده طبعا كان في تكسير جامد، وقعدوا ضربوا بعض الموظفين بزلط عليهم وطوب. ودخلت انا بعد كده مشيت البنات كلهم، بعد لما البنات دول مشيوا فضيت المدرجات وفضيت المعامل وفضيت الدنيا ومشيت كل البنات، وطلبت منهم يرجع يروحوا المدينه ويخشوا كل واحده في اوضتها وتقفل عليها الباب وملناش دعوه باي حاجه، وقلت لهم اللي عايزين يقعدوا يقعدوا، لكن هم طلبوا انهم يمشوا.